افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ75. المهرجان بالفعل بدأ فعالياته بعرض الفيلم الكوميدي فاينل كات. المهرجان شهد عودة النجم توم كروز بعد غياب 30 سنة عن المهرجان. لمزيد من التفاصيل ضفنا العزيز كاتبنا الكبير وناقدنا الفني الكبير أستاذ طارق الشناوي. أهلا بك يا أستاذ طارق. أهلا 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 أستاذ يوسف. أهلا إزاي حضرتك؟ كيف حال كان؟ والله الدورة دي دورة استثنائية بكل المقاييس. عدد الأفلام يعني زاد شوية في المسابقة، الوجود كمان تواجد الناس زاد، الاحتراز اللي كنا لغاية السنة اللي فاتت بل ده لغاية مهرجان برلين الأخير لا انتهى بنسبة كبيرة. يعني بقى الاحتراز مش فرض عليك انك انت تلبس كمامة، لا بقى اختيار. اختيار. في الطائرة اللي هي متجهة لأوروبا أصبحت اختيار، مفيش إجبار. فمعناها دي طبعا كلها بتوحي أو بتدينا إحساس إنه الحياة الطبيعية أصبحت هي السائدة. مدام أوروبا قررت معناها إنه كمان يعني بقت الأمور مطمئنة شوية. برغم ذلك بتلاقي في الشارع في كمامات، بتلاقي في دور العرض في ناس لا تزال بتفضل ارتداء الكمامة، وفي الطائرة نفس الحكاية. لكن أصبحت العصمة بإيد الإنسان، مش إجبار، مش قانون. حلو جدا جدا جدا. طيب أنا شايف قدامي على الشاشة فورست ويتكر بياخد جايزة كمان، يعني طبعا هو الممثل الأمريكي الشهير جدا، واحد من أشهر أفلامه The Last King of Scotland اللي كان بيجسد فيه شخصية عيدي أمين، كان بياخد جايزة مزبوط. إيه؟ هقولك ده إنجاز العمر. إنجاز العمر يستحقها بصراحة. بياخدها طبعا الكبار زي ما تعودنا، كبار النجوم. وخدها يعني عديد ده في كل دورة للمهرجان، وده اللي بيعمله كمان أغلب مهرجاناتنا زي مهرجان القاهرة. في كل دورة بيحظى نجم استثنائي أسطوري بتلك الجائزة، وكانت كلمته مؤثرة جدا، والناس وقفت في قاعة لومير اللي هو القاعة الكبرى اللي فيها حوالي 5000 لاستقباله. كانت الحفاوة زائدة جدا عن استحقاق. يعني المهرجان الحقيقة السنة اللي فاتت عرفت الدورة محدودة، وبالتالي ما كانش فيها كل الفعاليات دي ولا التكريمات دي. السنة دي عشان ده اليوبيل الماسي، واليوبيل الماسي دايما بيتم الاحتفال به بشكل متوسع، فعشان كده أيضا الشارع نفسه أصبح الشارع في كان. لأن السنة اللي فاتت كانت تقريبا نصف دورة أو شبه دورة، لا السنة دي دورة بما يعني تعنيه هذه الكلمة. في كمان تواجد مصري وعربي ضخم، يعني عدد الوفود اللي شفتها كتير بالذات الصحفيين والإعلاميين بالقياس للعام الأخير مثلا. ففي تواجد أكثر كثافة. طبعا طبعا، واهتمام اعلامي كمان اكثر كثافه من السنوات الماضيه، وبالذات العام الاخير. والعام اللي قبله طبعا كانت دوره افتراضيه. فهو يعني زي ما تقول عوده المهرجان كان بعد عامين. طيب. وصادفت هذه العوده احتفال خاص للمهرجان بيوبيله الماشي. هل القت الحرب بظلالها على المهرجان؟ طبعا الافتتاح زيلينسكي لما لاول مره رئيس جمهوريه بيطلع في مهرجان، هو كان حاول يعمل ده في الاوسكار الحقيقه، لكن وترددت اخبار كثيره ان في كلمه قصيره للرئيس الاوكراني ستلقى، لكن لم تحدث. كان حدثت، وكانت حتى الكلمه طويله، وشبه بوتين بهتلر. الله. وهو بشارلي شابلي. انت عارف كان في فيلم الدكتاتور العظيم. فهو اعتبر يعني بدون ما يجيب اسماء، يعني سابها كده لخيال متلقي. تحدث عن شارلي شابلن اللي كان بيواجه الدكتاتورية، وعمل فيلم الدكتور العظيم سنة 40، وبدأ يلمح. وزي ما بيقولوا ايه، المعنى في بطن الشاعر، لما يعني كلها واضحة. انا شابلن، وانت عارف هو كان ممثل كوميدي كمان. ممثل كوميدي طبعا. فهو يعني وكأنه شارلي شابلن، وكأن بوتين هو هتلر، وعمل هذا التماثل. برضه حظى بتصفيق كبير، لكن بيظل دخول السياسة بالقوة دي في مهرجانات ثقافية محتاجة فعلا لنفكر فيها كتير. أعتقد الجرعة هنا زادت. مش مجرد فيلم مثلا بتتكلم عنه، أو لا،
انت بتتكلم على رئيس جمهوريه بيوجه كلمه في مهرجان فني وثقافي عالمي، وده مش صح. نرجع نقول ان اساسا مهرجانات السينما منذ انشائها، انت عارف مهرجان البندقيه اللي هو فينيسيا اللي عمله موسوليني قبل الحرب العالميه، مظبوط. كويس. ومهرجان كان نفسه كان هيطلع، يعني كان المفروض يطلع سنه 39 في عز الحرب، فلما قامت الحرب توقف. طبعا. يعني عايز اقول ان تاريخ المهرجانات الكبرى هو نفسه تاريخ سياسي، من اول ما موسوليني هذا الدكتاتور عمل مهرجان البندقيه الاول. فدي الحكايه. تمام، ماشي. انا يعني مع تحفظي على تشبيهات زيلانسكي، لكن اظن جدا يعني انه مش ما اظنش انه كان من الذكاء او اللياقه حتى مساله انه رئيس دوله في حاله حرب يلقي كلمه في مهرجان فيستغل المهرجان لاجل قضايا سياسيه متعلقه بصراع مع دوله اخرى. يعني مش ده التوازن السليم اللي المفروض يحصل. يعني فلتكن السينما معبر عن كل شيء بس لا يتدخل فيها سياسيا. هو ما كانش قراره. أكيد انا فاهم موشن. بالتاكيد ما فيش خلاف، هو مش هيخش يقول الكلمه كده بالمزاج يعني، لكن هي المساله انه كده السينما ما بقتش معبر عن السياسه، اصبح السياسيين يتحدثون في السياسه داخل مهرجانات السينما، وده شيء غريب جدا جدا يعني. وكان لابس زي عسكري بالمناسبه كمان. وماله ما يجراش حاجة. أنا بشكرك جدا كاتبنا وناقدنا الكبير الناقد الفني طارق الشناوي، ألف شكر يا فندم على هذا العرض السريع، بإيجاز إلى أن نلتقي.